العملي والميداني لإجراءات منع التجول تتعلق بكثرة المتسولين وكثرة المتجاوب مع المتسولين بإعطائهم بعض النقود عند الإشارات المرور أو في بعض الأماكن. أيضا هذه قد يعني تكون نتائجها سلبية من عدة نواحي. أولا يعني قد يعرقل حركة السير، ثانيا يعني قد يسهم حقيقة في انتشار العدوى من خلال الملامسة النقود وانتقال النقد من يد إلى يد. هذه أيضا قد تسهم أيضا في عملية انتقال العدوى أو انتشار العدوى، بما يخالف الحقيقة التعليمات التي نسمعها دوما من أخوانا وأعطيهم الصحة والعافية في وزارة الصحة. المعول الحقيقة أيضا عدم التعاطف مع مثل هؤلاء. الجمعية الخيرية تقوم بعملها، الوزارات المعنية في المملكة تقوم أيضا بعملها على أكمل وجه. المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أيضا يتم التعامل معهم وفق النظام.